تشكل العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية عبء عالمي في شتى دول العالم، وخطرا كبيرا يؤثر على سلامة المرضى والزوار ومقدمي الرعاية الصحية. هذا ويلعب التلوث البيئي دورا كبيرا في نقل العدوى وانتشارها داخل المستشفيات، ولذلك يعد تنظيف الدوري للأسطح والمعدات الطبية والمعدات المستخدمة بشكل مباشر مع المرضى داخل غرف عزل المريض من العوامل الأساسية والهامة لمكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية. كما يعد التنظيف الختامي وتطهير غرف عزل المرضى بعد خروجهم منها أمرا في غاية الأهمية، حيث يساهم ذلك في توفير بيئة آمنة للعاملين في الخدمات الصحية والمرضى المتواجدين داخل هذه المنشآت، والحد من انتقال العدوى بين المرضى أو للزوار داخل المستشفى، ومن أجل تقليل مخاطر العدوى التي قد يتعرض لها مقدمو الرعاية الصحية والخدمات الصحية، ولضمان ممارسات سليمة ورفع كفاءة ومهارة العاملين بها، ننصح بتطبيق جميع السياسات والإجراءات المعتمدة لدى وزارة الصحة واللازمة في عملية تنظيف وتطهير غرف العزل من الأمراض المعدية خطوة بخطوة. وها هنا البداية. يتوجه مقدم الخدمة الصحية إلى غرفة مريض العزل بعد خروج المريض ويبدأ الخطوة الأولى بممارسة الخطوات الصحيحة بتطهير الأيدي بمطهر الكحول حسب الخطوات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وتم تدريبهم عليها. ثم يدخل مقدم الخدمة الصحية إلى داخل غرفة المدخل بغرفة العزل ليقوم بارتداء ملابسه، وذلك بعد وضع لوحة توضح أن الغرفة تحت إجراء عملية إعادة المعالجة والتنظيف والتطهير بعد خروج المريض. يبدأ مقدم الخدمة الصحية بارتداء الواقيات الشخصية المخصصة له، بارتداء مريول العزل الطبي الأصفر بصورة صحيحة، ثم ارتداء الكمام التنفسي عالي الكفاءة الملائم له حسب اختبار ملائمة الكمام، ثم ارتداء القفازات أحادية الاستخدام. وفي حالة أن يكون مقدم الخدمة الصحية ملتحياً، يجب أن تكون له تجهيزة خاصة وهي خوذة الهواء الإيجابي الخاصة بالملتحين غير الملائمين للكمام التنفسي عالي الكفاءة. ثم يدخل مقدم الخدمة الصحية إلى الغرفة ومعه المطهرات الخاصة به والمسحات المطهرة للأسطح، ويبدأ بإزالة جميع الأسلاك والتوصيلات الموجودة والموصلة بين الأجهزة إلى سرير المريض تباعاً. ويبدأ بإزالة المفروشات الخاصة للمريض بصورة هادئة بدون إحداث حركات عنيفة، وذلك لعدم إحداث تناثر للميكروبات في جو الغرفة. يكون جمع هذه المفروشات بصورة داخلية بحيث لا يسبب أي تناثر داخل الغرفة. وأيضا يقوم بنزع جميع الأسلاك والتمديدات الكهربائية وترتيبها بصورة جيدة خاصة بجهاز مراقبة المؤشرات الحيوية، ثم يتوجه حامل المساحات المطهرة المتوفرة للأجهزة ويبدأ بإفراغ الأجهزة من بقايا مستلزمات أحادية الاستخدام المستخدمة في رعاية المريض والتخلص منها كنفايات طبية. ويبدأ في إجراء مسح وتطهير الأسطح البيئية للأجهزة الموجودة بالغرفة بصورة دقيقة، حيث أن الأسطح جميعها يتم تنظيفها وتطهيرها في نهاية الإجراء.
في هذه الأثناء يقوم مقدم الخدمة الصحية بتنظيف وتطهير جميع الأسطح البيئية الموجودة بغرفة والتي تتصل بأجهزة رعاية المريض، ويقوم بتفتيش جميع الأدراج الخاصة بالمريض للبحث عن بقايا أو مستلزمات طبية وحادية الاستخدام مستهلكة تحتاج للتخلص منها، ويكون تنظيف أجهزة المريض بكل دقة. يجب الاهتمام بمسح الشاشات الخاصة بجهاز مراقبة المؤشرات الحيوية التي تستخدم مع المريض بصورة صحيحة، بحيث يتم مسح كل جزء من الشاشة ومسح الأدراج من الداخل إلى الخارج بالطريقة الصحيحة. ويتم الانتقال بعد ذلك إلى سرير المريض، فيتم رشه بالبخاخ المعد والمحتوي على سائل التنظيف والتطهير الخاص بتطهير سرير المريض. يتم رشه بعناية في كل جزء وكل قطعة منه، ثم يتم بعد ذلك إجراء عملية المسح للسرير بالفوط الجافة أحادية الاستخدام، والتي يفضل أن تكون مصنوعة من مادة غير منسوجة، ليست من الشاش أو القطن، حتى لا تترك وبراً وآثاراً على الأسطح بغرفة المريض. ويتم المسح بدقة، بحيث يتم مسح كل منطقة بدون العودة مرة أخرى إلى المنطقة التي تم مسحها. بعد ذلك يكون الممرض قد انتهى من مهمته، ويقوم بنزع الكمام على الكفاءة خارج غرفة المريض فور خروجه، ثم يتم التخلص من الكمام في حاوية النفايات الطبية. ثم يأتي بعد ذلك دور عاملة التنظيف والتطهير لتقوم بالإجراء الروتيني قبل الدخول للغرفة، بتنفيذ دلك اليد بالمطهر الكحولي استعدادا لدخول الغرفة. ثم تبدأ الدخول إلى غرفة المدخل إذا كان هناك غرفة مدخل بغرفة العزل، لتقوم بتنفيذ تطهير الأيدي بصورة صحيحة التي تم تدريبه عليها والمعتمدة بوزارة الصحة. ثم تبدأ بارتداء الواقيات الشخصية قبل الدخول إلى الغرفة مرتدية مريول العزل الطبي الأصفر بصورة صحيحة وجيدة، ثم ترتدي الكمامة التنفسية عالي الكفاءة الملائم لها بعد تنفيذ اختبار الملائمة، وكذلك القفازات أحادية الاستخدام، تصبح بعد ذلك جاهزة للدخول إلى غرفة المريض لإعادة تنظيفها وتطهيرها. تدخل عاملة التنظيف إلى داخل غرفة المريض لتقوم بإزاحة الأجهزة التي يمكن تحريكها جانباً لتبدأ بتنظيف الغرفة من المنطقة الداخلية للخارج، بحيث أن يكون التنظيف من داخل الغرفة إلى خارجه. تبدأ بتنظيف الأماكن المرتفعة أولاً والأماكن المنخفضة ثانياً وصولاً إلى الأرضية في نهاية الأمر، مع ملاحظة أن يتم المرور بدقة على جميع الأسطح البيئية من السقف والحائط والأرضية على جميع أجزاء الأسطح، ولا يتم إغفال أي جزء، حيث أن غرفة العزل من المهم أن يتم تطهيرها وتطهير جميع الأسطح البيئية بها، تنظيفها وتطهيرها بصورة كاملة وصحيحة حتى لا تصبح مصدراً للعدوى لمريض آخر.
ويتم مسح الأرضية بواسطة الممسحة الخاصة بالأرضية المبللة بالمحلول المنظف والمطهر بصورة جيدة، ثم تقوم باستبدال القفازات لإعادة السرير والأجهزة إلى مكانها. وتنظيف طاولة طعام المريض ومنطقة أسفل السرير بصورة دقيقة بالمحلول المنظف والمطهر، حيث أن تكون جميع الأسطح تم تنظيفها وتطهيرها بصورة كاملة. تولي عاملة النظافة اهتماماً خاصاً ومباشر للأماكن المتكررة التلامس والاستخدام، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وغيرها من الأماكن المتكررة الاستخدام بغرفة العزل الخاصة بالمريض، لأنها تكون محملة بقدر كبير من التلوث. وبعد الانتهاء من ذلك تقوم عاملة التنظيف والتطهير بإزالة الواقيات الشخصية بالصورة الصحيحة وبالترتيب الصحيح. تبدأ بإزالة القفازات ثم مريول العزل الطبي، وتقوم بثنه إلى الداخل وبصورة صحيحة بعيدا عن ملامسة ملابسها. ثم تقوم بعمليات فرك الأيدي بتنفيذ عملية صحيحة لفرك الأيدي بالمطهر الكحولي قبل أن تقوم بالخروج من الغرفة. وتقوم بنزع الكمام التنفسي عالي الكفاءة خارج الغرفة وتحديداً بداخل غرفة المدخل، والتخلص منه بصورة صحيحة كنفايات طبية مع مراعاة عدم لمس السطح الخارجي للكمام ومريول العزل الطبي. كون مهمة عاملة النظافة انتهت وتخرج تماماً من غرفة العزل، وتقوم بإزالة اللافتة التي توضح أن غرفة العزل تحت إجراء عمليات إعادة التنظيف والتطهير. ثم يأتي دور عامل النفايات الطبية، والذي لا يدخل إلى غرفة العزل تماماً بل هو يجمع النفايات الطبية ويطهر سلة النفايات الطبية من الداخل والخارج، يقوم بإعادة تطهيرها بعد ارتدائه ملابسه الواقية. لذلك فهو لا يحتاج إلى ارتداء الكمام التنفسي عالي الكفاءة، ويكتفي بارتداء مريول العزل الطبي والقفاز أحادي الاستخدام والكمام التنفسي الجراحي العادي. ويقوم بمسح حاويات النفايات الطبية وتنظيفها وتطهيرها بصورة صحيحة
وذلك في غرفة المدخل أو خارج غرفة العزل، ثم يقوم بجمع أكياس النفايات الطبية الممتلئة وربطها بصورة صحيحة وإلصاق البطاقة الدالة على رقم غرفة والقسم الذي يتواجد به المريض، ويقوم بإغلاقها بصورة صحيحة بالرباط الذي لا يمكن إعادة فتحه، ويحملها بعيدا عن جسده ويخرج بها ليتم وضعها بالحاوية الكبيرة لتجميع النفايات والتي يستخدمها بجمع النفايات من الأقسام الطبية المختلفة. ثم يأتي دور التطهير النهائي واستخدام أجهزة التطهير النهائي لغرفة العزل باستخدام أجهزة التطهير بواسطة الأشعة فوق البنفسجية والتي تستخدم عدة أبراج، أو جهاز التطهير بالهيدروجين بيروكسيد. يتجهز العامل الصحي لدخول الغرفة بتطهير يديه ثم بسحب جهاز التطهير بالأشعة فوق البنفسجية والمكون من عدة أبراج إلى داخل مدخل غرفة العزل. يدخل العامل الصحي الأبراج بشكل متتالي ويقوم بتوصيله وترتيب وضعيته داخل الغرفة بحيث تقوم الأشعة الفوق بنفسجية بالتعرض لجميع الأسطح البيئية من جميع الاتجاهات بالغرفة، والتي تقلل من ظاهرة الظل والتي تتسبب في إحداث إيجاد بعض الأجزاء الغير معرضة للأشعة الفوق بنفسجية، وبالتالي لا يمكن تطهيرها. متبعا ذلك بفتح جميع الأدراج والخزائن وجميع الأماكن المخفية داخل الغرفة ليتم تطهيرها، ويستمر بعملية تفعيل الجهاز من خلال جهاز لوحي خاص به، وهذا ما يجعل من عملية التطهير بالأشعة الفوق بنفسجية سهولة وراحة للعامل الصحي وحماية له أثناء التطهير. وبعد ضبط الإعدادات الخاصة بالجهاز يخرج العامل الصحي مغلقا الباب خلفه بشكل محكم، ويبدأ الجهاز بالعمل حسب الفترة الزمنية المقررة من خلال المسح الإلكتروني الخاص الموجود بالجهاز. تعمل هذه التقنية على تطهير الغرفة من خلال تفكيك روابط الحمض النووي داخل الجراثيم، حيث أن الأبراج تقوم بخاصية الدوران التلقائي ب 360 درجة لكل برج، مما يضمن تطهير الغرفة بشكل كامل. وبعد الانتهاء من عملية التطهير يدخل العامل الصحي للغرفة مباشرة ويقوم بسحب جهاز الهيدروجين بروكسايد خارجا، معلنا أن الغرفة مطهرة وجاهزة للاستخدام الفوري.